على عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وسالت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروا البان بالدمع والسدر، وقد أقلعت عن السحاب فلم تجد ولا در من بعد الحسين بها در. إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، فويح يزيد من عذاب جهنم إذا أقبلت في الحشر فاطمة الطهر تنادي إلى الله العلي وصوتها علي ومولانا علي، لها ظهر يوم القيامة وقفة الزهرة الزكية، وأن تجال الحزين بقلوب البرية، وحول غضب زلزل المحشر من الجبار يهتف بهيبة يا خلايق غضوا الأبصار، وجاه الندى من الله
يا ريحانة المختار، مقبول عذرك بثي الشكوى إلي. إيه الليلة نهاية ما تمنى خصصت لفاطمة الزهراء، ما تقرأ وياي؟ أعادك الله، يلا قرأ بارك الله فيك. يلي على حب قصاف بالباب عمرك، صيح إلي واشتكي مقبول عذرك. وهاي القيامة يا بتولة تحت أمرك، عرصة المحشر لجل عينك مستوية. هناك طلعت فاطمة من ديل ملفوف، صاحت يا رب شوف وش صاير بلطفوف، ومن فضته لاحت بهيبة ذيك الجفوف. الأملاك ضجت والإنس والجن سوية، صاحت قبل طيحت جنيني وضرب الأرجاس، قبل الذي ذبحه ورضيعه وصدره انداس. قدم علينا يا إلهي جفوف عباس، وغينا الذي بسحم المثلث من عمية. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. أريد أوقف عند هذا الحديث وقفة شبه تفصيل. هذا الحديث اللي أنا بديت به من الأحاديث الذي الشيعة اللي محافظين سامعينه من المشاهير، يعني أكو آيات بكثرة تداولها محفوظة لدى الخاص والعام، مثل إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أكو أحاديث لرسول الله ولآل بيته لكثرة أن حشينا بيها صارت عند الخاص والعام، منها هذا القول اللي بدأت به: فاطمة يرضى الله لرضاه. المسلمين ينقسمون قسمين: أتباع مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة الصحابة. مدرسة الصحابة عندهم كتب ستة يسموها صحاح، احنا كتبنا أربعة بس ما نسميها صحيح. وقفة سريعة عند كتبنا ثم أرجع بك له. أول كتاب كتب عندنا في الكتب الأربعة: من لا يحضره الفقيه، المؤلف الشيخ الصدوق.
اللي أقرأ رسالة الإمام الحسن العسكري إليه إش كثر يجله ويحترمه. شنو اسم كتابه؟ من لا يحضره الفقيه. الكتاب الثاني شنو؟ الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. يمتى كتب هذا محمد بن يعقوب؟ كتبه في عهد النواب الأربعة، يعني كان إذا يكتب رواية يجيبها للنواب، النواب يعرضونها على الناحية المقدسة، إذا ختمها وأيدها الإمام يخليها وين؟ في كتابه. لكن مع هذا عندنا فرد ميزان، إحنا ميزان في نفس الكافي نعير به الروايات، ما جاءكم عنا فأرضوها على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوا به، وإن لم يوافق فاضربوه عرض الجدار. هاي هم موجودة وين؟ بالكافي. هاي صارنا اثنين كتب. الثالث شنو؟ الثالث والرابع كتابين لشخصية واحدة اسمه الشيخ الطوسي، كتابه اسمه التهذيب والثاني اسمه الاستبصار. أعطيك معلومة عنه، الشيخ الطوسي فرد يوم صح على زوجته قال جيبي لي ماي، هو كان يكتب، بدأ يكتب ورفض مثلا ربع ساعة أكثر، شال رأسه يريد يصيح لها إنه وين الماي، شافها واقفة قالها أنت من يوم تواقفة هنا والماي بإيدك؟ قالت لي يوم آمرت على ماي جبته لك. قالها ليش ما انطيتيني الماء؟ قالت لأنت كنت تكتب خفت اشدهك. قال خوش مرة انت تستحقين الاحترام، الآن شو تطلبين علي انفذ إليك؟ قالت لتنفذ؟ قال بلى. قالت لو وعدتني؟ قالها نعم. قالت لريد تطلقني، ليش اطلقك؟ قالت لمو انت صار لك 3 شهور جار الامام علي مرة ما زرت الامام. قالها بس هاي؟ قالت نعم. قال أنا عرف تكليفي ولكن أردراويج الأسرار، لزمها من إيدها وصعد بها إلى أعلى السطح، قبة الإمام روحي فدا وفيها سراج من بعيد تبين، شال إيده، السلام عليك يا أبا الحسن، صوت 2 ويسمعونه، وعليك السلام يا شيخ الطائفة. الآن يلقبونه شنو؟ شيخ الطوسي، يقولوا له شيخ الطائفة. هسا عرفتوا ذن كتبنا الأربعة المن؟ من لا يحضره الفقيه للصدوق، الكافي للكليني، التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة. انتهت. تجي إلى ذي الجهة، صحاح 6، بخاري ومسلم، ترمذي ونسائي، أبو داود وابن ماجه. يمكن بس واحد هم عربي، البقية كلهم عجم. احنا ما جاينا ننتقص دين، ما في عرب وعجم، لو كان رسول الله عجمي يكون ما انتبعه، بس هم جاي يسمونا انتوا أتباع العجم، الدين ما بي عرب وعجم، ولكن إذا صحت من هم أتباع العجم فذول أئمتكم العجم. وتعال أكثر من هذا، عبد القادر جيلاني وأبو حنيفة النعمان كابولي من أفغانستان وأبو الفرج أصفهاني وغيرهم وغيرهم من أئمة الكتب الكبار، ناهيك عن البخاري. هسه نجي له بس هو عندنا شغل معه، لأنه الحديث هذا اللي بديت به هو يروي وإحنا نروي، سمونا تواتر. شين نعمي منو أنت؟ قال أنا محمد ابن إسماعيل البخاري. شنو البخاري؟ قال هذه ياء النسبة، مثل ما جنابك ساكن الكويت يسمونه كويتي، وذاك اللي قاعد بالبحرين يسمونه بحريني، واللي ساكن في الأحساء يسمونه أحسائي، آني مع البخارة وهي ياء النسبة يسموني بخاري. جيد. اللفظة القدام اسمك صحيح، شنو معناها؟ قال لي أن أجمعت الأمة
على صحتي من الألف إلى الياء ما فيني شيء اسمه غلط. أنطيكم هم معلومة عنه حتى تشوفون جلالة قدر هذا الكتاب عند الأمة الإسلامية. التفتوا؟ قبل كانوا يجزؤونه، يسوون أبواب أبواب، باب المتاجر، باب الصلاة مثلا، باب الجهاد والسير، باب التفسير. بس اسمعني بارك الله فيك، هاي الأبواب ليش يسوون أبواب؟ يشيلون معاهم بالبار بالسفر بالبحر، يقولون هذا اللي يشيله وياه الله تكريما لهالكتاب يرجع لبيتهم. شوف يقرون به على المريض، ليش؟ يقولون يطيب. أكو سالفة صارت قبل 150 سنة ويا هذا شاعر العراق اسمه جميل صدق الزهاوي. جميل صدق الزهاوي هذا متحضر ويدرس بروما ويروح يدرس بألمانيا وبيونان ومتحضر، ومر بطريقة شاف يم المركب مال العثمانيين واحد هذا النوخذة مطلع المكينة مات المركب ومخليها على الساحل وجاء يقرأ بها بكتاب البخاري. قال له جاي يسوي هذا يلفت النظر. قال له شنو يعني طريقة كيفية تصليحها مكتوب هنا؟ قال له لا، لكن عقيدتنا أنه إذا أقرأ عليها بالبخاري تستعدل هاي بعد ماكو داعي. هالزيدة عليه قال له ولك عمي الماكينة تشتغل بالبخار مو بالبخاري. هالكلمة يا أخي وصلت الكلمة للآستانة، شيخ الإسلام مال آستانة باسطنبول جميل صدق الزهاوي يقول الماكينة تشتغل مو بالبخاري بالبخار. تدرون شنو حكمه عليه؟ مرتد. أرد أقول لك شنو عظمة الكتاب هذا. وانطق بعد كلمة عنه، من مات هذا جميل صدق الزهاوي ابن أخوه ما مشى ورا جنازته. ليش؟ لأنه قال لك الماكينة تشتغل بالبخار مو بالبخاري. شوف شلون؟ إذا هذا الكتاب جدا مهم وما يقبل غلط، ويسمونه عدل القرآن أو أخو القرآن. هو عرفنا الكتاب شنو؟ نجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هم يقول شيء عاطفة، أنا أمدح أخوي وابني وعمي حتى لو كذب؟ لا، النبي عند الدين أهم من كل شيء. تبت يدا أبي لهب، عم يولا يضرب المثال المحال. شون الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يجي يضرب من باب مثال المحال. خذ زهراء قديسة طاهرة مطهرة، ولكن يقول هاي روحي وحبيبتي وبضعتي، الدين أطبق عليها. لو أن ابنتي فاطمة سرقت قطعت يدها، دين هذا وما يقبل غلط. هذا العظيم اللي يقول أن الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حرف واحد ما يقوله إلا بأمر السماء. هذا العظيم يروي عنا البخاري ويروي عنا الكتب الأربعة. شو يقول؟ فاطمة يرضى الله لرضاها. خو سمعتوا سند الحديث شنو هو؟ السند ثابت صحيح. هسه خل نجي إلى دلالة الحديث. أنا وأنت والجيل اللي يجي من بعدنا والجيل اللي سبقنا ومنها إلى آدم ومنها الآخر مولود يولد، مليارات خلق الله، الله خلى قانون قال كلكم كن ترضون الرضاي، لأن أنتم غضبكم ورضاكم مو مأمون. مو الشيء اللي ترضون عليه أنا أرضى عليه، لا، اللي أنا أرضى عليه كن ترضون عليه. لأن أنت يمكن تحب ابنك اللي ما يصلي، يمكن أنا أحب جاري أكثر من غيره، يمكن أميل ديرتي أكثر من غيرها، عندي عواطف. يقول لا، أنت غضبك رضاك ما مأمون، لهذا ينبغي عليك أن تتعبد بأمري، ترضى للي أنا أرضى عليه وتبغض اللي أنا أبغضه. انتهى. هذا قانون ساري مفعول على آدم وعلى الأنبياء والأوصياء وكل خلق الله، كن كلهم يرضون لمن؟ لرضى الله.
لأن ما يمكن أن أنت تكون مؤمن لما ما ترضى برضى الله. أسألك أنا الآن يمك فرد مرة خابروني لا سامح الله ابني مات أخوي مات، زين هذا رضى الله لو مو رضى الله؟ الله يدري لولا أنا كن أزعل لو أرضى على الله، كن أرضى لأنه هذا بضاية الله. الله يقول شك شيء أنا الأسوي كن ترضى عليه. هذا القانون مولانا ساري على كل البشرية والخلائق إلا فرد واحد معزول من هذا القانون، بس فاطمة. بعكس هالمعادلة الله يقول حبيبتي فاطمة أنت لا تختلفين عن الناس، أنت شكو شي ترضين علي أنا أرضى علي. تعرفون شنو الخطورة الأولى؟ يعني هاي الدنيا كلها تخضع الرضا الله، بس فاطمة الله يقول لا حبيبتي أنت أنا امتحنت صفائك وطيبتك وقلبك وقدسيتك، شفتك ماكو شيء تسوينه إلا برضايتي، فماكو داعي شنو أنت ترضين الرضاي شنو أنا أرضى الرضاك. الأمر واحد. لهذا قال النبي فاطمة الله، شون عظمة يرضى الله جبار السماوات والأرض خالق كل شيء يرضى لرضا هذه الأمة، هذه التي عبدته حق عبادته. أنا متعجب 18 سنة بس عاشت، هذه لو عايشة أكثر كانش سوت فاطمة. أرد أعرج إلى شيء آخر أقلكم بقى الآن، هذه مولاي الله قلها حبيبتي إذا أنت رضيتي على شيء أنا راضي عليه. هسا أسألك أنت اللي جاي تنعي على بنها ليلية وتصيح، شو تقول؟ ترضى عليك فاطمة لو ما ترضى؟ أبشر خويا فقد رضي الله عنك. زين أرد أخذك إلى معادلة ثانية. المعادلة الثانية تدرون عيسى عليه السلام صاحب شريعة وكتاب مو؟ ويحيى عليه السلام صاحب شريعة وكتاب، ومريم القديسة العذراء صاحبة الكرامات. تدرون هذا الإنتاج ثلاثتهم منين؟ شنو الأصل؟ هذا القرآن يقول وإذ قالت امرأة عمران، مرأة أم مريم اللي ذي سيدة بلي فاطمة الزهراء سيدة عليها، ها اللي مولاي ما أكو قياس بينها وبين الزهراء أبدا، إحنا بتها مريم اللي سيدة نساء زمانها ما نقيسها بالزهراء، هذه مرأة عادية نذرت لله نذر. تقولون في سورة آل عمران لولا إني نذرت لك ما في بطني محررا، لكن هذا النذر أصدقت به لله، الله تقبل من النذر. شو يقول الله؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. هذا القبول شنو صارت؟ صارت مريم مو؟ مريم ببركتها دخل عليها زكريا المحراب وشاف عندها رزق هناك. الله يقول هنالك دعا زكريا ربه، وببركات مريم شنو صار؟ صار يحيى، وببركات مريم أيضا شنو صار؟ صار عيسى. هذول كلهم من تجمع البركة شنو الأصل؟ نذر، نذر امرأة عادية نذرت لله والله تقبل منها وانطاها هالبركة والعظمة. شو تقولون خويا بالزهرة لما نذرت والله مدحها في كتابه يوفون بالنادر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ أنا تعجبت سألت أستاذنا قلت له مولاي أريد الجواب، إذا هاي المرأة العادية نذرت الله انطاها مريم ويحيى وعيسى الزهراء الله شو ينطيها؟ قال الزهراء كافي أن الله ما أقول لك نطاها حسن وحسين، انطاها واحد يعادل ويجمع ويحصد كل ما جاء به الأنبياء وهو جامع الكلم وأمل المستضعفين قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم.
انطاها الإمام المهدي. قليل؟ هذا قليل؟ وإحنا من خلال هاي العطاء نستنتج إذا ذيك المرأة اللي ما هي شانها بقد الزهرة الله انطاها مريم ويحيى وعيسى، الزهرة لما ما الله انطاها الأئمة تبين الأئمة أعظم شان من ذولك. عرفت المعنى الأولى يا أخوي؟ أعرف أنت المن جاي والمن تتبع، ذولا قادتك ذولا أئمتك. ثبتني الله وإياكم على محبتهم وعلى ولايتهم. هاي الله لما ما تقبل منها أعطاها الأئمة، لأن هي ما نذرت ذيك نذرت اللي ببطنها، ما تدري شكو ببطنها، هاي نذرت أن الحسن والحسين كون يطيبون، نذرتهم لله طابوا. الله شنطاها؟ انطاها الحسين. الحسين تدرون شن يعادل الآن؟ الآن الحسين هو تحت التراب، ولكن الثورة مالته الذي استغرقت من الصبح قتال لحد قبل أذان المغرب، هذه الله عوض عنها، قال له أنت بركتك يا حسين أن تكون محيي الشريعة. شوف الآن تونا مرينا أنا والمكرم حسن بهاي، بس بالدعية حسينيات على طول الشارع، كل حسينية تقول وتتكلم عن دين الله وعن شريعة الله. فإذا احنا تصور 100 مليون شيعي، خو عندنا 1% منبر، يعني عندنا مليون منبر، إذا على كل منبر تسمعون آية ووعظ وإرشاد ونصيحة، هذا هو استمرار وجود الأنبياء. صدق لو لا؟ هذا أبو عبد الله، هذا عطاء رب العالمين للزهرة. وبعد شو أعطاها؟ وأعطاها الأئمة كلمة التقوى وأعلام الهدى والحجة على أهل الدنيا. وهي حجة عليهم. سيدتي يا ابنة رسول الله، هذا قولي وأنوب عنها الشرفاء خدامك وشيعتك، شنو قيمة قرايتنا ومجلسنا إذا ما نحس أنت موجودة؟ أنا هي عقيدتي والله، أنتم مع جلالة قدركم والنعم منكم، بس أنا مثلكم، مثل ما أنت موالي أنا موالي، المن جاي نعزي إحنا؟ هسه يمكن فيكم واحد رد علي قل لي يا شيخ يمكن الآن 1000 ما تم معقود بهالتوقيت، شنو أنت أحسن من غيرك الزهرة تجي لك؟ إذا خليت الزهرة محدودة كفرت ظلمتها. بس أنا أقول لك أقرأ بالقرآن، الله شو يقول للنبي؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بعد وسراجا. سراجا ستعبير ما لو قمر لو الشمس، الشمس والقمر من يطلع هو واحد، لكن يطلع على الكويت والبحرين والجزيرة العربية والعراق والبحر وكل مكان. يولا ها؟ هذا مثال. الله يقول له أنت سراج منير. زين الزهراء بضع منا لولا اطلع على كل المآتم في كل مكان موجودة فاطمة. الله الله بينا يا ابنة رسول الله، ما أدنى غيركم، أنتم باب الله الذي منه يؤتى. والليلة قررت نهاية المجلس أن يكون بس باسمك مولاتي، لكن أي جانب من جوانب مصيبتك أذكر مولاتي؟ أرد أذكر هذا الموقف المؤلم، بس شنو قبلها أرد أحشمك وأقول لك أنت بعد لما يصير الماتم للزهراء أكو داعي كل ساعة أقول لك اقرأ وياي؟ إن شاء الله تصير قارئ ومستمع، والله يعيدك بإذن الله على هالمأتم السنوي ويحفظكم يا رواد هذا الماتم ويا أرباب هذا الماتم شيبة وشباب، وأن يرزقكم من خيراته وبركاته، وأن يقضي لكم وللجميع كل حاجة من حوائج الدنيا والدين. أقول رجع ضعن الحسين إلى المدينة،
وطبت أم البنين على بيت الحسين. زينب قاعدة وأم البنين تعدتها طافتها وتسأل وين زينب؟ دلوني عليها. قالت ما عرفتيها؟ هاي القاعدة يمج زينب. أخ أنت زينب بنت علي؟ شو سوى بيك الدهر مولاتي؟ عظم الله أجرك. قالت يا أم البنين الحق مو معاي، أخواني قدام عيني ذبحوهم وراس أخوي ما فارقني لما ما رجعت، ولما ما أشوف هذا الريح يلاعب لحية الحسين يتذوب روحي، مو حقي يا أم البنين؟ قالت لها زينب قضي القضاء، ولكن عندي سؤال واحد منك، بس سؤال واحد أشوف خاف أنا أم وينكسر قلبي وتهيج براكيني من أبكي على العباس، يستاهل أبكي عليه لولا؟ قليلي. قالت الهيمة ما قصر العباس، سوى ما صار أبو فاضل، عجب الدنيا والناس بوفاء للحسين. قالت الحمد لله النوب فرحتيني، يلا من رخصتك يا زينب أنا طالعة. وين رايحة؟ قالت أرد أروح عازي، أرد أروح الواحد أهم منك يا زينب. وين جت؟ ها جت للبقيع ذاك القبر اللي ما حد يندل، وقعدت يم قبر الزهرة. صاحت لها اعذريني يا بتول كان تلقي لي عذر، من عقب عباس زينب قاد ناقتها زجر. والله كنت اتمنى قلبك على اولادك يستريح، ما ازيد جروحك وصدرك من العصر جريح، لكن شبيدي أسيرة بنتك وولدك ذبيح، ما هو بيدي ينذبح ابنك وبنتك تنأسر. يلا وياي بس هالكلمة أقول لك بيها بعد ما حشمك، ولا ما جت التربة الشريفة بالبواكي والونين، وصاحت الزهرة بقبرها اش هالخبر يم الله خوش ون ماجورين احسنتمي والله. ما جت التربة الشريفة بالبواكي والوني، وصاحت الزهرة بقبرها اش هالخبر، والله نسيتيني مسماري وتسقيط الجني، وحتى لطمة عيني هانت ويا ضلع المنكسو. قولي قولي يا ام عباس وش صاير باولادي بعد، ترى ما حد على قلب الام اعز من الولد، انشدك بلد خبريني ترى قلب مره، ومن ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين انشطا. اين الصارخون حسين؟ صاحت ام عباس يم حسين ماجورة ترى،
حسين ضل عطشان والصارم يقطع منحرة، ومن عقب ما عاين انصار مجزر فوق الثرى، واخوته وجملة اولاده قبال عينه تعتفوا، ولا قيلة عقب ما كافل اصابه بعمات، شافت ابن مبشنا منا يرض الجسد، احتارت باطفال مدهوشة وغليل بلا جلاء، وبالمجالس دخلوها من عقب ذاك الخدو. انا الان تشوفني وقفت لان جايك بيت جدا مهم يريد لوقف هذا. قبل لا اقرا البيت المؤلم، اين المتفجعون حسين؟ سمع يم حسين برض الشام بحسين الشجرا، بخيزران ثغره تهشم زينب تنظره، ايه وبنت بس ما عاينت اسنان ابوها مكسرة، حضنت الراس بحجرها وفاضت الروح بقها. شو تقول؟ اعود البيت عليك بس وياي بارك الله فيكم. سمع يم حسين برض الشام بحسين شجرة، بخيزران ثغره تهشم زينب تنظر، وبنت بس ما عاينت اسنان ابوها مكسره، حضنت الراس بحجرها وفاضت الروح بقها. وويلا سكتت ام البنين وتسمع صوت من قبر الزهراء، صاحت ام حسين يا ام عباس ذابت مهجتي، جني ما لي نصيب ارتاح حتى بتربتي، ما كفى العدوان ضربي وغصب حقي ونحلتي، حتى أطفالي عليهم حتى أولادي عليهم صوبوا وسهم الغدو. ويلا خو ما تعبتوا إن شاء الله؟ ها أخويا رجعت أم البنين شوية وإجت العليلة جدة، عظم الله أجرك جدة، رجع الضغن ولكن عمتي مسبية وأبوي مقتول، وإذا تسمع صوت من قبر الزهرة، بسي يا بنتي لا تذكر بزينب اش صار، ما أقدر أبكي العليلة من المسمى، ما أقدر أتصور بنتي مسبية بالأخمار، تتودى للشامات والكوفة هدية. أكو طريقة قديمة لأهل البحرين أحب أقراها إن شاء الله ما تقصر. والله خسافة بنت بعدي مرمروها للطاغية بنسوان حسرة يسراها، وقبالها أسنان أخوها كسروها، ظنوة ولي الرحمن صارت من ولي،
أين الصارخون حسين؟ حسين حسين. وهاي على لسانكم واختم بيهن والله يعودكم إن شاء الله. يا طيور طيري للمدينة بخبر وسعي، مري على قبر النبي عزي وني، مري على اللي في قبرها تصيح ضلعي كسر الضلع بس غاياد لا تتذكرين. طفل يقلج أحمد المختار سكتي ابجاه يا زهراء يؤذيني ويؤذي، مرمي على الرمضة يا زهراء ما حضرتي، ليتش حضرتينا وليتش ذابحينا. ولا ولا ريتش نظرتي للعزيز ومهجة حشاك، قوم يا زهرة وظللي لليوم برداج. وليتك سمعتي في السبع صيحات يا تاماج، معهم غليل ويا بتول مقيدين، ويا صيح وجدة أين عشيرتي؟ صلات قومي أين أهل ودادي؟ يا الله سامحنا يا كريم، تب علينا حسن عواقبنا، من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. يا رواد هذا المأتم المحترم ويا أرباب العزاء أبو حمد الشرفاء، رجال ونساء من السامعين والسامعات، لربما كلمة غثتكم من عندي أرجو أن تسامحوني بها، وهي قرايتي إن كان فيها خلل من نعيها أو كلامها تأخيرها تقديمها، أسأل الله أن يعفو عنكم كما عفوتم عني. يحفظك يا أبو بدر أنت ومن يلوذ بك وأخوتك وعيالك والشرفاء جميعا، اللهم متعني ببقائهم وطول عمرهم يا كريم، واقضي لهم كل حاجة من حوائج الدنيا والدين، واجعلنا آمنين مطمئنين. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات. على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بجيتي.